راب عام للسواق للوكلاء. هذا الوكيل من يحمل منا من المعمل يحصل له 500 دينار بالدبه، 500 دينار. هذا حال العماله اللي يشتغل يوميته 20,000. نفس الشيء من الصبح بالليل يفتر بالشميس وشايف الضيم وشايف الدهر على مود 20,000 دينار. شوف الغرامات اللي اجت، انا هاي الغرامات ما اعرف لها، بس اعرف بالدبه راح تصير ب 25,000. اليوم غاز بالناصريه كله ماكو. اسمع يا مسؤول، اسمع يا محافظ اللي نايم بس بالمركز ما تجي الاقضيه والنواحي، اسمع يا مدير المنتوجات النفطيه، اسمع يا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، حكومه الخدمات. عمي شنو الاخبار بيني وبينك؟ لو بيع اسمه حراميه شو اسمه؟ شنو تبيع؟ هذا ما ادري جهاز 500 600 ندفع 600,000 وكل شهر 500 وكل شهر تدفع المضايق 45 ايش حصل؟ عمي ماكو غاز، ماكو غاز. نرجع للمطال، نرجع للخشب، نطلع نسواننا نجيب عاقول. غاز ماكو، حكومه حرب نفسيه على المواطن. الله وكيلك، تطلع السلم تطلع تشتغل بالحشيشه، ملينا جزعنا. وين هاي تروح العالم؟ وين تولي؟ اذا حصل لك 500 دينار بالدبه وانت حاط لك عليه غرامه 800 600,000 مليون ضريبه، شي حصل نعيل عنده عائله عنده جرج مال فروخ، تريده يكض الشارع يسلم؟ تريده يشتغل للحشيشه؟ ناس فقراء، ناس مساكين ما تعرف لا تسلم ولا تشتغل بالحشيشه، ملت جزعت. هسه هاي مسوي اضراب بالعباس اليوم ولا واحد يحمل. واحنا كمواطنين، احنا كمواطنين اذا ما اجانا الغاز ايش راح نسوي؟ نطب لكم الدواعركم. اما نسكت نقطع الشوارع عليكم وعلي الفحل. كافي وعيب، جزعنا وصلت حدها وياكم، وصلت حدها ويا سفالتكم، وصلت حدها ويا انحطاطكم. سفله سرسريه دبت الغاز يعني حتى الاكل راح تحاربونا بيه. عيام منحطين يا سفله، ولكم خير العراق تاكل بيه الدول. ايران تفرهد، امريكا تفرهد، فلسطين صفحه، الاردن نبوب العقبه. شنو عم انتم؟ شنو من سرسريه؟ شنو من سفله الله جابكم انه؟